إذا فتح المذياع على الغنى ارتاحت نفسه واطمأن إلى هذا واستمع وضحك وظهر عليه البشر، وإذا جاءت الآيات أغلق ما يحب أن يسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يغتر به بعض الناس ويقول إنها سهل، إنه سهل. وموضوع الأغاني شرها عظيم، وهي مفسدة للقلوب، ومن أسباب ميلها إلى الباطل، ومن أسباب تثاقلها عن الحق، ومن أسباب ضلالها وبعدها عن الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.